إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوان الأفاضل، أيها الأخوات الكريمات، تحية صباحية لكم جميعا. بداية أشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة الموجهة إليكم، وأعرب لكم جميعا من عميق القلب عن صادق امتناني على حضوركم الذي أقدره حق قدره. إنني أقف أمامكم اليوم وأقف أمام الشعب الجزائري لأعلن رسميا عن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة. ويعلم جمعكم الكريم هذا علما يقينا أن قرارا في هذا المستوى من الحساسية والدقة وفي هذا الظرف الصعب ليس بالأمر الهين، فالمهمة في قمة الصعوبة والتعقيد، والرهان لا يشبهه أي رهان آخر بالنسبة لكل من يتطلع لكسب ثقة شعبه ونيل شرف خدمته. تعلمون جيدا لقد سبق لي وأن وجدت نفسي في موقع كهذا مرتين اثنتين، وذلك في ماضي ليس بالبعيد، وفي كل مرة كانت تحدوني نفس القناعات الراسخة، القناعة بأن البلد كان في خطر، والقناعة بأن واجب الجميع كان الإسراع في مد يد العون لهذا البلد العزيز، والقناعة كذلك بأن تلك الظروف لم تكن لتسمح البتة بالتقاعس أو التهرب من المسؤولية. فكما كان الحال في سنة 2004 وكذلك في سنة 2014، فإن هذه القناعات كلها هي التي تقود في هذه الساعة كل خطوة من خطواتي، وأكثر من أي وقت مضى فإنني لن أتردد إطلاقا على الجزم أمامكم بأن الجزائر الحبيبة، بأن الجزائر المغبونة، بأن الجزائر المصدومة، بأن الجزائر المصدوعة قد دخلت منطقة كل الأخطار، وهذه الأخطار قائمة، وأنها أدركت البلد، وأنه بات في مواجهة مباشرة مع هذه الأخطار. ففي لحظة كهذه لا مكان للحسابات، ولا مكان للتردد، ولا مكان للتحايل، ولا مكان للتقاعس، ولدى استنجاد البلد بنا جميعا يصبح مد اليد لهذا البلد العزيز أكثر من واجب وأكثر من مسؤولية، ويرقى هذا الواجب إلى مصف يمين قدسية التي وهي اليمين التي لا تقبل لا الحنث ولا النكف. إن ترشحي هذا للرئاسية القادمة هو وفاء مني لهذه اليمين
فليس من طبعي على الإطلاق في كل محطاتي من عمري، ليس من طبعي أن أدير ظهري لنداء الواجب. كنت دائما حاضرا مع الجزائر. لماذا؟ في مواجهة المشقات وفي مواجهة الضائقات، ومهما كلفني ذلك. لما اعتنقت العمل السياسي كنت أعرف تكاليفه، وكنت أعي متاعبه ومشقاته. فالعمل السياسي يتطلب الصبر، نعم، ويتطلب ماذا كذلك؟ يتطلب المثابرة، ويتطلب طول النفس، ويتطلب طول البال، ويتطلب بذل الجهد من أجل الإقناع، ويتطلب كذلك قوة تحمل اللوم وقوة تحمل العتاب وقوة تحمل الانتقاد وحتى قوة تقبل التهجم علينا. فمشاركتي في هذه الرئاسية القادمة لم ترضي الجميع، وهذا من طبيعة الأشياء، لأن الكمال لله وحده، وذلك هو قدر المسؤول السياسي، وتلك هي سنة الحياة. ولم يفاجئني ذلك على الإطلاق، ولم أستغربه أبدا. قلت وكررت إن هذه الساعة هي ساعة ماذا؟ هي ساعة تحمل المسؤوليات، وتحملت مسؤوليتي. وماذا فعلت؟ وضعت في الميزان من جهة الهموم التي قد يسببها لي ترشحي، ومن جهة أخرى الهموم التي تعيشها الجزائر. وأظهر الميزان، كفة الميزان ماذا بينت؟ وأظهر الميزان أن همومي لا تساوي شيئا مقارنة بهموم الجزائر. وهذه الهموم التي تعيشها الجزائر مرشحة للتفاقم إن ترك الوضع على ما هو عليه. هذا من جهة الموقف. أما من ناحية الجوهر فردي موجود بكل وضوح في برنامج السياسي. فهذا البرنامج هو برنامج رجل يؤمن بالديمقراطية وبجمهورية المواطنة وبدولة الحق والقانون، وهو كذلك برنامج رجل لم ينتظر 22 فبراير ليثور في وجه النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004. وهو برنامج رجل له من العزيمة للذهاب إلى أبعد ما تتطلع إليه وتطالب به الثورة المجيدة الديمقراطية السلمية القائمة في بلادنا. وإذا كانت هذه الثورة تخشى استنساخ النظام القديم، وهذا من حقها، فأنا أخشى ما أخشاه هو أن يجعل هذا النظام من الرئاسيات القادمة عهدة خامسة مكررة، فلا يسمح لي نضالي ونضال رفقائي أن نفسح له المجال وأن نعبد الطريق أمامه. فترشحي وبرنامجي يهدفان إلى التعجيل بزوال النظام الفاسد وسد الأبواب أمامه. وعلى من يريد التأكد من موقفي ودوافع ترشحي أن يكلف نفسه عناء قراءة برنامجي، فهو أبلغ مجيب على الأحكام المسبقة،
والطعن في النوايا والتشكيك في صدق الأفعال. لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين مجاملة أو ملاطفة أو ممالقة، لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكد على تجسيدها. وهذا ما يسمو إليه برنامجي الانتخابي، وهذا هو ما أتعهد به إن منحني الشعب العظيم ثقته ليكون دائما هو السيد وأنا خادمه. حضرات السادة والسيدات، في صميم هذه الأزمة الراهنة هناك رهان مركزي يكسف كل الرهانات الأخرى، وهو الدفاع عن الدولة الوطنية وحمايتها وضمان بقائها وديمومتها. إن النظام السياسي القائم في بلدنا الذي اختارته الثورة الديمقراطية السلمية ببلوغ مداه ومنتهاه، قد ابتلى الأمة الجزائرية بإرث كارثي إلى أبعد الحدود. فهناك بلد يتوجب إخراجه من الخراب الذي ألحقه به نظام سياسي، وكأن حربا، نعم وكأن حربا شاملة شنت ضده. كل كارثة تستدعي خطة استعجالية للتكفل برواسبها ومخلفاتها. وبلدكم وبلدنا العزيز يواجه حقا كارثة سياسية وكارثة اقتصادية وكارثة اجتماعية، أو ليس كذلك؟ نعم، هناك حالة استعجال سياسي، ونعم هناك كذلك حالة استعجال اقتصادي، وكذلك هناك حالة استعجال اجتماعي. وفي كلمة واحدة، هناك حق وضع استعجالي وطني. وفي وضع كهذا، ما العمل؟ استعجال سياسي واقتصادي واجتماعي، استعجال وطني في كل الأمور، فما العمل؟ فإني بكل تواضع وبكل تقدير وبكل تجلة لهذا الشعب العظيم سأذهب إلى ملاقاة شعبنا، وبرنامج استعجالي وطني في يدي، وبرنامج استعجالي وطني في يدي. أجل، سأذهب إلى ملاقاة شعبنا وبرنامج استعجالي وطني في يدي. كما قلت، إنني أتصور هذا البرنامج الاستعجالي الوطني في تطابق تام مع المطالبة والتطلعات المشروعة المعبر عنها من طرف الثورة الديمقراطية السلمية. فالمطالب هذه والتطلعات هذه ليست بالغريبة علي، إني أجد نفسي في كل صرخة من صرخاتها كما كنت ولازلت، ولم أكل ولم أمل من حمل ذات المطالب والتطلعات، لأن آمال وطموحات شعبنا المدوية اليوم تمثل بالنسبة لي معركة سياسية لعمر بأكمله ومشوار حياة. وأتصور أيضا برنامج الاستعجال الوطني هذا كسباق ضد الساعة، يتوجب علينا كسبه لإعادة وضع الدولة الوطنية في حالة السير، وذلك بتحصينها بمؤسسات شرعية من القمة إلى القاعدة، وبوضع حد للانهيار الاقتصادي والتقهقر الاجتماعي، وبلم شمل شعبنا حول مشروع وطني جامع يرى فيه ماذا يرى فيه؟ يرى فيه ترجمة وفية لكل طموحاته
ولكل طموحاته ولكل تطلعاته وأماله. وأتصور أخيرا برنامج الاستعجال الوطني هذا كجملة من الأولويات المطلقة سياسية واقتصادية واجتماعية التي سنتشاور ونتحاور ونتصارح خصوصا بشأنها بغية الوصول إلى أوسع تعبئة حولها لما تقتضيه من جهد وتفاني وتضحيات متقاسمة بعدل وإنصاف من طرف الجميع. وعليه وإذا قبل الشعب الجزائري السيد، إذا رضي وقبل شعبنا بأن أكون خادمه فإنني أتصور العهدة الرئاسية القادمة، اسمعوا هذا، فإنني أتصور العهدة الرئاسية القادمة كعهدة استعجال وطني. نعم، إن حالة الاستعجال الوطني تقتضي ماذا؟ تقتضي عهدة استعجال الوطني. une situation d'urgence nationale doit correspondre un mandat d'urgence nationale. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، من بين كل العروض المتداولة حاليا كمخارج ممكنة لهذه الأزمة، فإن عرضي المتعلق بعهدة استعجال وطني هو من وجهة نظري أقلهم طولا وأقلهم مخاطرة ومشقة على البلد، وهو أيضا أقدرهم على مواجهة حالة الاستعجال الوطني هذه. لقد جعلت الثورة الديمقراطية السلمية المباركة من التغيير الجذري والشامل جدول أعمال وطني لا يشوبه لبس أو تحفظ، فمضامين وأهداف جدول الأعمال الوطني باتت بفضل الثورة الديمقراطية باتت واضحة وضوح الشمس. ويتعلق الأمر بتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون، ويتعلق الأمر أيضا بإعادة تأسيس نظامنا الدستوري والمؤسسات بكيفية تجعل ممارسة المسؤوليات السياسية تخضع لماذا؟ تخضع على الدوام للرقابة، وتخضع لتقديم الحساب، وتخضع أساسا للعقاب إن لزم الأمر. وبما أن مضامين ومرامي التغيير الجذري والشامل المنشود بمستوى عالي من الدقة والوضوح، فإن المعضلة الوحيدة التي ينبغي الفصل فيها اليوم هي معضلة اختيار أنسب الطرق لإنجاز التغيير وتحقيق أهدافه. وأنسب الطرق هذه في نظري هو طريق عهدة استعجال وطني. فإذا كان لي أن أضع في رصيدي عهدة الاستعجال الوطني، ما هو أبرز وأهم من إيجابيتها ومنافعها ومزاياها؟ لركزت على الثلاثية التالية. أولاً، قدرة عهدة الاستعجال الوطني على التكفل بالمطالب والتطلعات المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية وتحقيقها كاملة غير مبطورة. ثانياً، أهلية عهدة الاستعجال الوطني لتوفير حل وسطي متزن لشق طريق المزاوجة بين الرئاسيات وخيار المجلس التأسيسي من خلال دمجهما في مقاربة واحدة غايتها القطيعة الجذرية مع النظام السياسي البائد المفسد المكسر للبلد.
وبناء منظومة سياسية عصرية قوامها دولة الحق والقانون. ثالثا، قابلية عهدة الاستعجال الوطني لإعادة بث مؤسسات شرعية وذات مصداقية وطابع تمثيلي بمقدورها إحداث التغيير الكامل والشامل الذي يطمح إليه الشعب الجزائري قاطبة، والذي يجد البلد نفسه في أمس الحاجة إليه. ومجمل القول في هذا الموضوع أن عهدة الاستعجال الوطني توفر للبلد مقاربة صلبة وسليمة تمكنه في آن واحد وفي حركية واحدة من إحداث القطيعة المرجوة ومن التكفل السريع بإعادة الشرعية لمجمل مؤسسات الجمهورية وقيادة مشروع النظام السياسي دون أن نمهل أي هدف من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة الديمقراطية السلمية المباركة في بلدنا. حضرات السادة الكرماء والسيدات الفضليات، في الأزمة الراهنة التي يعيشها بلدنا العزيز، إنه من غير الممكن أن يتم التكفل بكل هذه التحديات على النحو المطلوب دون معالجة الأزمة الأم، أم الأزمات، وهي الأزمة السياسية. لكنه يسيء التقدير ويخطئ الحساب كل من يقلل من حجم الأزمة القائمة ويحتويها في طبيعتها السياسية، وكل من يعتقد أن حل الأزمة السياسية سيؤدي لا محالة وبصفة سحرية إلى حل كل الأزمات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها بلدنا. إن برنامجي إذن هو برنامج استعجال وطني في شكل انتقال شامل يهدف إلى عصرنة سياسية وعصرنة اقتصادية وعصرنة اجتماعية كذلك. Mon programme est un programme d'urgence nationale sous la forme d'une transition globale ayant pour but la modernisation politique, la modernisation économique et sociale de la nation. إن التحول السياسي في صورة تحول ديمقراطي لا يشوبه لبس ولا غموض، فالثورة الديمقراطية السلمية المباركة السائرة في بلادنا هي ذاتها قد حددت مضمون الانتقال السياسي، وهذا وشخصت أهدافه ودلت على وجهته. ولقد تسنى لي حوصلة هذه التصورات والأفكار في خمسة محاور تبدو لي ذات طابع أساسي وجوهري. هناك أولاً عودة السيادة لمالكها. ومن هو مالكها؟ هناك أولاً عودة السيادة لمالكها الشرعي، وهو هذا الشعب العظيم، وإعادة الاعتبار للمواطنة ولكل الحقوق والحريات اللاصقة بها. وهناك ثانياً دولة الحق والقانون التي لا يمكن فصلها عن دولة المواطنة، l'état de la citoyenneté، دولة المواطنة، والتي يتوجب على كل الأنظمة السياسية خدمتها وليس استخدامها لأغراضها السلطوية الخاصة، لأغراضها الفرعونية والتسلطية والجبروتية. وهناك ثالثاً
هناك ثالثا مؤسسات الجمهورية التي يجب أن تنبع من رحم الإرادة الشعبية، وهي وحدها دون سواها التي تضفي عليها الشرعية والمصداقية والطابع التمثيلي. وهناك رابعا دستور الجمهورية الذي ينتظر منا من الشعب الجزائري صياغته على نحو يبدد إلى الأبد ويبعد عنا نهائيا آفة شخصنة الحكم والطموحات الشمولية الفتاكة. وهناك خامسا وأخيرا مجتمع الحرائر من النساء والأحرار من الرجال الذين يأبون أن يملى أو يفرض عليهم صنع مصيرهم ولا يرضون بأقل من صنعه بنفسهم وبسواعدهم. فمن خلال هذه التصورات والأفكار المؤسسة فإن الانتقال الديمقراطي تكون له خارطة طريق خاصة به. فإذا زكى هذا الشعب العظيم فإذا زكى الشعب الجزائري السيد برنامج الاستعجال الوطني الذي سأعرضه عليه وقبل بأن أكون خادمه وشرفني بثقته، فما هو الاستعجال السياسي كما أتصوره وكما أنوي التكفل به ومعالجته؟ مباشرة بعد تأدية اليمين الدستورية سأخصص الأيام الموالية للتوطئة الأرضية السياسية للعديد من ورشات الانتقال الديمقراطي للمنشود. وفي هذا الإطار سأتخذ ثلاثة تدابير أعتبرها أساسية من وجهة نظري. الإجراء الأول يتمثل في توجيه دعوة اللقاء أو دعوة للقاء تشاوري إلى الأحزاب وإلى القوى الحية في المجتمع المدني وإلى شخصيات وطنية بهدف إطلاعها على مبادراتي والاستفادة من مقترحاتها ونصائحها والإصغاء إلى آرائها والاستماع إلى توصياتها وحتى إلى انتقاداتها. أحب الاستماع إلى الذين ينتقدونني. وفي تصوري لن تكون مثل هذه اللقاءات التشاورية استثنائية، وسألجأ إليها كلما تطلب الأمر اتخاذ قرارات مهمة بخصوص قضايا وطنية كبرى، وكلما اقتضت ذلك شؤون البلد أو ظروفه. ويتعلق الإجراء الثاني بتشكيل حكومة انفتاح وطني، ان gouvernement d'ouverture politique. ستنظم هذه الحكومة القوى السياسية المساندة لمشروع سياسي وممثلين عن المجتمع المدني وكفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة والنزاهة والالتزام بضرورة العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد. وسيكون لهذه الحكومة شرف فتح ورشات التحول الديمقراطي وتحمل ثقل التحضير لها إلى حين إجراء انتخابات التشريعية المسبقة. وسيتعلق الإجراء الثالث بحل المجلس الشعبي الوطني، ولا أريد في هذا المقام أن أكون طرفا في المحاكمة لهذا المجلس التي قادها ويقودها الرأي العام الوطني، وأكتفي بأن أسجل عليه أن لا جدوى في بقائه
في بعث انتقال ديمقراطي سليم وشرعي وذو مصداقية حقا. وبعد هذه الإجراءات التحضيرية سيتم مباشرة فتح ورشات التحول الديمقراطي ذاته. وفي هذا الصدد لقد أحصيت 7 ورشات أساسية، وهي الورشة المؤسساتية والورشة الدستورية وورشة القضاء وورشة الإعلام وورشة الحقوق والحريات وورشة أخلاقة الممارسة السياسية والحياة العمومية وورشة الحوكمة العصرية. إن هذه الورشات المؤسساتية إن هدف الورشة المؤسساتية يكمن في إعادة الشرعية لسائر مؤسسات الجمهورية من القمة إلى القاعدة. وبهذا الغرض ستنظم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، وستتم هذه الانتخابات في ظل قوانين جديدة تخص قانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتخص كذلك قانون الانتخابات، وتخص أيضا قانون الأحزاب. وسيتم انتهاز هذه الفرصة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وقاية هذه الاستحقاقات الانتخابية من التغلغل الهدام للمال المشبوه، من التغلغل الهدام للمال المشبوه في الفضاء السياسي. وبهذا الخصوص أتعهد أمامكم وأتعهد أمام الشعب الجزائري أنني لن أتساهل ولن أتسامح ولن أتلاطف مع هذه الظاهرة الفتاكة، ولن يرتاح لي بال إلا بتمكين الهياكل المعنية للدولة بكل وسائل ردعها وقمعها بيد لا تعرف التردد أو الارتجاف. وستفتح الورشة الدستورية مباشرة بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وسيتولى هذا المجلس الشرعي والذي يتمتع بكل المصداقية والتمثيلية، وسيتولى هذا المجلس قلت تشكيل لجنة تأسيسية خاصة، لجنة تأسيسية خاصة في من داخله تعهد لها مهمة صياغة المشروع التمهيدي لدستور الجمهورية الجديد. وبعد دراسة هذا المشروع التمهيدي من طرف مجلس الوزراء وتبنيه من طرف البرلمان، سيعرض هذا المشروع الدستور الجديد على الشعب الجزائري السيد ليتخذ قراره بشأنه، وذلك عن طريق استفتاء صادق للشعب الجزائري. وليست والتلاعبات القديمة ما عندهاش وجود معي أنا. وأود في هذا المقام أن أقاسمكم تصوري وأفكاري بخصوص هذا الدستور الجديد. كيفاش نتصوروا أنا هذا الدستور الجديد؟ أولا يتوجب في منظور المتواضع، يتوجب على هذا الدستور الجديد أن يمحو من روحه وأن يمحو من نصه وأن يمحو نهائيا إلى آخر بصمة من بصمته مخاطر عودة شخصنة الحكم وكل نزعة الحكم الشمولي. ويجب على هذا الدستور كذلك أن يفصل في نظام الحكم، واش من نظام نديرو في بلادنا؟ ويجب عليه أن يفصل في نظام الحكم الذي نريده لبلدنا. وفي تصور المتواضع هو نظام الحكم الذي لا أتصور هذا النظام إلا شبه رئاسي، معناها شبه برلماني في آن واحد، ومع كل ما يقتضيه نظام دستوري كهذا من توازن حقيقي بين السلطات ومن تواجد لسلطات وسلطات مضادة توقف كل واحدة منها الأخرى عند حدودها الدستورية. ثالثا، وينتظر من الدستور الجديد أن يضمن توزيعا للعلاقات التنفيذية
بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة ثانية، ويتعين على الدستور الجديد أن يكرس مبدأ انبثاق التشكيلة الحكومية من الأغلبية البرلمانية ومسؤولياتها أمام المجلس الشعبي الوطني، ويتعين عليه سادساً أن يفعل سلطات المؤسسة البرلمانية في مجال المبادرة التشريعية لبروبوزيسيون دو لوا وتقييم السياسات العامة والقيام عند الحاجة بالتحقيق في كبريات شؤون الدولة والاضطلاع الفعلي بمراقبة الحكومة. ثامناً، كما سيتحول مجلس الأمة إلى مجلس أعلى للأقاليم، سيتون شامبر الاختصاص نتاعها إلى مجلس أعلى للأقاليم. الأقاليم تقسيم الأوطان، البلد الشاسع، الهموم تاع كل جهات يختص كبرلمان كغرفة يسمى مجلس أعلى للأقاليم. وسابعا، ويعود للدستور الجديد إعطاء جوهر ومعنى لاستقلال القضاء بوضع الأسس الدستورية اللازمة لإعادة النظر جذريا في قانون الأساسي للقضاء ومراجعة عميقة للمجلس الأعلى للقضاء وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية حقا. ثامنا، في الدستور الجديد ستتم دسترة السلطة الوطنية للانتخابات، وبهذا ستصبح هذه السلطة مؤسسة دستورية متمتعة حقا بكل الصلاحيات المرتبطة بتحضير وتنظيم ومراقبة سائر المسارات الانتخابية. تاسعا، سيتولى الدستور الجديد وضع القواعد والأطر اللازمة لأخلقة الحياة العمومية بصفة عامة والحياة السياسية بصفة خاصة، وذلك من خلال إلغاء الامتياز القضائي المحصن لرئيس الجمهورية وإلغاء الامتياز القضائي للوزير الأول وللوزراء وحصر الحصانة البرلمانية إلا فيما يتعلق بمباشرة المهام والنشاطات النيابية الصرفة. نعطي شرح صغير هنا. قال لك كان امتياز قضائي لرئيس الجمهورية، هذا جاء في دستور 96. محكمة عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية. هذه المحكمة هذه عمري ما تنصبت. عليه لغرض في نفسي يعقوب، أنا ما نمش بالامتياز القضائي. كي يكون امتياز يديه الشعب كل، ما يديهش واحد ولا زوج ولا عشرة. هذه اللي نمن بها. قال لك هذا وزير يجي يتحاكم بامتياز، والله هذا رئيس حكومة يتحاكم بامتياز، والله رئيس جمهورية يتحاكم بامتياز. كيفاش الشعب أعطاك الصلاحيات باش تقود الأمة وباش تكون أمين حفيظ على ماله وترتكب ما ترتكب وبعد نعطيك الامتياز؟ ما نمنش بالدولة هذه، لا امتياز لأي كان النواة السواسية. يتطلع الجميع إلى تضمين الدستور الجديد قواعد وتدابير من شأنها أن تضمن ترقية الحقوق والحريات على نحو يتماشى ومقتضيات دولة الحق والقانون. وأخيرا، بالنسبة للدستور، لا أتصور دستورا جديدا يخلو من ضمانات حماية لحقوق وحريات المعارضة الوطنية. هذه ثانية نشرحها. لا أتصور دستورا جديدا يخلو من ضمانات حماية لحقوق وحريات المعارضة الوطنية على غرار ذلك أو تلك التي تتمتع بها المعارضات في دول الحق والقانون والديمقراطية الحديثة والعريقة. كيفاش الحاكم ما يعطيش الدستور ما يعطيش
ضمانات المعارضة باش تشتغل بكل حرية وتقوي الدولة. أعتبر شخصيا أن المعارضة جزء من الدولة. هاو العمق، المعارضة جزء من الدولة. إن فتح ورشة الحقوق والحريات يجب أن يشكل محطة بارزة في دستور دولة الحق والقانون. ومن هذا المنظور يتوجب إحداث لجنة لحقوق الإنسان لا ترضخ للقبضة السياسية الإدارية، وتكون لها من الاستقلالية ما يؤهلها للاعتناء بالحقوق والحريات على الوجه المنشود. وستتكون هذه اللجنة من منظمات وشخصيات يعرف عنها التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وستكون كذلك لهذه اللجنة صفة المنظمة ذات المنفعة العامة دانتيري جنرال، وسيكون لها الدعم والمساعدة من الدولة، كما ستكون لها وجوبا كلمتها في كل المبادرات أو الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية في مجال حقوق الإنسان، وستقدم عرضا سنويا للمجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمتابعة. أحسن حريص على الحريات والحقوق نتاع المواطن هم المؤمنون بهذه الحقوق، وهم متواجدون أين؟ أغلب الأحيان متواجدون في المعارضات. هذو يكونوا هما الخيرين لإيمانهم بهذه الأشياء في هذه اللجنة المستقلة، وما كان حتى وصي عليها كي يصدر قانون ولا يحبوا يديروا قانون تستشار. هكذا يكون الدفاع. لو كان ما يكونوش المعارضين اللي مش راضين بوضع معين في المواقع محميين باش بالكلمة الطيبة يطلبوا تغيير الأوضاع، كيفاش تتغير؟ تصبح دولة الحباب ودولة الصحاب ودولة حباب، ونبقاو ندورو في الحق المفرغة هذا. إن القضاء المستقل هو أيضا في صلب بناء دولة الحق والقانون. ففتح هذه الورشة سيشمل المراجعة الكاملة للقانون الأساسي للقضاء، وإعادة النظر في التركيبة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء، وكذا توسيع صلاحيته في تسيير المسارات المهنية للقضاة، الذي يتخذ منه النظام السياسي القائم أداة ذات نجاعة عالية لإفراغ استقلال القضاء من معناه ومن فحواه. كما ستشمل هذه الورشة إعادة الاعتبار للمبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام القانون وأمام القضاء، وستتسع إلى ترقية الحرية النقابية في قطاع القضاء. نعم، وستتسع إلى ترقية الحرية النقابية في قطاع القضاء وتشجيعها وحمايتها. وستتكفل هذه الورشة أخيرا بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية للجمهورية. إن فتح الفضاء الإعلامي من الأهمية بمكان. كون بناء دولة الحق والقانون مرتبطاً بالفضاء الإعلامي الذي يحتويه، ويتعلق الأمر هنا بمهمة وسائل الإعلام العمومية التي يجب أن تكون مهمتها محصورة في خدمة المرفق العام وليس مرفق للدعاية الحكومية كما هو الحال منذ عقود. فما يسكن بالي في هذا الموضوع هو وسائل إعلام عمومية تنشط حقيقة بذهنية وثقافة الخدمة العمومية، متحليا في الوقت ذاته بالحركية والصرامة والروح التنافسية والحرص على المردودية والطموح إلى الامتياز، وهي المميزات التي ينتظر أن يصبو إليها
إعلام عمومي قد استرجع حريته في المبادرة والتصرف والنشاط. ويتعلق الأمر أيضاً بضبط الفضاء السمعي البصري الذي يتوجب إسناده إلى هيئة مستقلة وحيادية ومهنية. ويتعلق الأمر إضافة بقطاع الإشهار الذي يقتضي إعادة هيكلة عميقة طبقاً لمعايير النجاعة الاقتصادية والمردودية التجارية، وهو السبيل السليم لوضع حد نهائي لتوظيف سوق الإشهار في خدمة أهداف سياسية سلطوية جبروتية. ويتعلق الأمر أخيراً بالصحافة المكتوبة التي تستدعي عناية خاصة بها وتحتاج إلى دعم خاص في ظل التقلبات الجارفة التي يواجهها هذا القطاع الحساس والتي تشكل تحدي وجداني حقيقي بالنسبة إليه. وفي نفس الاتجاه تقتضي وسائل الإعلام الإلكترونية والرقمية نفس المستوى من العناية والمساعدة. وهناك مهنة الإعلام بأكملها التي يتوجب دعمها في تنظيم صفوفها ودفاعها عن حقوقها المادية والمعنوية المشهورة. تتعلق الورشة السادسة بأخلاقة الممارسة السياسية والحياة العمومية. فالأخلاقة هذه تمثل في آن واحد شرطاً وغاية لقيام دولة الحق والقانون. فبدون أخلاق سياسية وبدون أخلاق عمومية لا توجد دولة الحق والقانون، ولا يمكن لدولة الحق والقانون أن تبقى جديرة بهذه التسمية إذا أصابت المؤسسات الموضوعة في خدمتها آفات الانحراف الأخلاقي، انحراف الأخلاق العامة. إن هذه الورشة متعددة الأبعاد، وسيتم فتحها في أربعة اتجاهات، ولقد خصصت في برنامجي لكل اتجاه تدابير جد مفصلة وهامة. يتعلق الاتجاه الأول بالوقاية الفعالة والقمع الشديد للجريمة السياسية والجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى. والاتجاه الثاني مرتبط بنفس الوقاية وفي نفس القمع للفساد الذي ينخر الإدارة العامة ومفاصل الدولة الأخرى، وهو الفساد الذي حول واقعنا المعيش وواقع الجزائريات والجزائريين إلى كابوس حقيقي كلما تفاعلوا أو تعاملوا مع الكثير من الإدارات العمومية ومفاصل الدولة الأخرى. والاتجاه الثالث يرمي إلى سد الأبواب في وجه تغلغل المال الفاسد في الفضاء السياسي. والاتجاه الرابع يقتضي إعادة النظر الشامل والكامل للإطار التشريعي والقانوني، وكذا في الهياكل المكلفة بالوقاية من الفساد وقمعه بغرض ترقية التخصصات وضمان التنسيق وإحداث التكامل بين المصالح والهيئات المعنية لاكتسابها نجاعة أكبر وفاعلية أقوى. والورشة السابعة والأخيرة تتعلق بالحوكمة، لا جوفرنانس، بالحوكمة الجديدة التي يجب أن تتوفر فيها شروط الحوار والتشاور والشفافية والرقابة وحماية المصلحة العامة واحترام القانون وتحمل المسؤولية وتقديم الحسابات. نعم، يقدموا الحساب. حضرات السادة والسيدات، لا يمكن لهذا التحول الديمقراطي أن يتم بمعزل عن التحول الاقتصادي والاجتماعي، لأنهما في تصوري يمثلان نفس الضرورة ويكتسبان نفس الطابع الحيوي بالنسبة للبلد. فعلى التحول السياسي والتحول الاقتصادي والاجتماعي أن يتقدم اليد في اليد لتقاسمهما نفس الدرجة من الاستعجال
ونفس الحمولة من الضغط. فالظاهر والأكيد على الصعيد الاقتصادي أن بلدنا ذاهب إلى ملاقاة مشاكل جمة. هذه حقيقة لا بد أن يعرفها الجميع. لا يمر يوم إلا وتزداد حدة هذا التفاقم الاقتصادي، ويجعل التكفل بها ومعالجتها أمرا صعبا ومعقدا ومكلفا. فالنمو الاقتصادي ولو متواضعا أصبح من أخبار الماضي، والعجز المالي يتوسع سواء أتعلق الأمر بميزانية الدولة أو بميزان مدفوعاتها، والتشغيل يتقهقر بوتيرة مخيفة، والطلب العمومي كمحرك للنشاط الاقتصادي صار جد محدود وشحيح، والتضخم ينتهج مجرى تصاعدي، والعملة الوطنية هي في سقوط حر. ومنذ أمد طويل صرف الاستثمار المباشر الخارجي أنظاره عن بلدنا وأقصاه من قائمة الوجهات الجذابة أو المغرية أو المربحة بالنسبة إليه. والاستثمار الوطني وجد مذالا رحبا في الانتظار والترقب، وذوبان احتياطنا من الصرف متواصل بوتيرة متسارعة. وفوق كل هذا وذاك لا توجد في البلد ولو مؤسسة واحدة قادرة على توقيف هذه الدوامة المأساوية للتهاوي والنزيف الذي أسقط فيها الاقتصاد الوطني. إن الجانب الخاص بالاستعجال الاقتصادي الوطني الذي يتضمنه برنامجي الذي سأعرضه قريبا على شعبنا يوضح بالدقة وبالتفصيل تصوري لمؤالمة هذا النموذج والوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة ببلدنا. وعليه فإنني سأكتفي في هذا المقام بعرض أبرز الأسباب التي دفعتني إلى اقتراح هذا النموذج على شعبنا. السبب الأول هو أن هذا النموذج هو نموذج المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية بامتياز. فهذا النموذج يحمل كل فاعل اقتصادي وكل فاعل اجتماعي مسؤوليات يتوجب عليه الاطلاع بها. والسبب الثاني هو أن هذا النموذج لا يهمل المقومات والمقدرات أيا كانت دون محاولة الانتفاع منها، ولا يكتشف موطنا من مواطن الثروة إلا وحرص كل الحرص على استغلاله والاستفادة منه. والسبب الثالث هو أن هذا النموذج يوفر الإطار المشجع والمحفز للإبداع والابتكار. والسبب الرابع هو أن هذا النموذج يوفر ظروف الإنتاجية والتنافسية والإبداع التي لا يمكن بدونها بعث اقتصاد نشط وناجع وطني وعالمي. والسبب الخامس هو أن هذا النموذج بإمكانه أن يضمن وبصفة متناغمة ومتجانسة حرية المبادرة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. والسبب السادس هو أن هذا النموذج يسمح بالمزاوجة بين السعي الحثيث لتوسيع رقعة خلق الثروة ووضع الهياكل والقواعد الأكثر نجاعة وفاعلية لتوزيع منصف وعادل للثروة المحصل عليها. فهذا النموذج يسمح بخلق ثروة مستدامة ويؤهلها للتقليص من فضاءات الهشاشة والتهميش والإقصاء. والسبب السابع والأخير هو أن هذا النموذج يوفر الفضاء المناسب لتصور وتنظيم دور الدولة
في بعده الاستراتيجي والضابط والمسهل لخلق الثروة والحامل للمجتمع. إن إقامة هذه المنظومة الاقتصادية الجديدة تتطلب صدق القناعة ووضوح الرؤية، وتتطلب كذلك صلابة الإرادة السياسية، كما تتطلب الجرأة في المسعى التي لا تنقصها عظمة المشروع. ولا يمكن لهذه المنظومة الاقتصادية الوطنية الجديدة أن تنشأ إلا في ظل تحولات هيكلية جذرية. لا يمكن لبلدنا أن يواصل تجاهله لها أو تأجيلها كلما ارتأى أن ذلك أهون عليه. فهو مجبر اليوم على تحمل ثقل هذه التحولات الهيكلية التي باتت لا تسمح له بالتأخر أو التراجع في الإجراء، وتفرض عليه القبول بتحدياتها ورهاناتها بكل شجاعة وتبصر. هذه التحولات الهيكلية التي يتوجب السهر على إحداثها معروفة ومألوفة، ولا تحتاج إلى جهد مضني لتشخيصها ولا لشروحات وافية للتعرف عليها. إن الأمر يتعلق أولاً بعدم تسييس الفعل الاقتصادي، لا ديبوليتيزاسيون دو لاكت ايكونوميك، حتى لا يبقى الاقتصاد حبيس أهواء النظام السياسي القائم الذي يتصوره كمجرد أداة إضافية تحت تصرفه، أي أداة جاهزة للاستعمال لبلوغ مقاصد سلطوية صرفة. والأمر يتعلق ثانيا بتحرير الفعل الاقتصادي من قيود البيروقراطية المرتبطة ارتباطا وطيدا بتسييس الفعل الاقتصادي ذاته. فما الحواجز البيروقراطية سوى ركائز يعول عليها النظام السياسي لفرض سلطته الاقتصادية، يعتبرها مكملة ومتممة لسلطته السياسية، ولا يرتاح لها إلا مدموجتين وليس مفصولتين. والأمر يتعلق ثالثا بوضع حدود رادعة بين الفضاء السياسي من جهة والفضاء الاقتصادي الملوث من جهة أخرى، ولا سيما بالنسبة للمال الفاسد والأعمال المشبوهة والرهان الجوهري، يكمن هنا في إقامة نطاق صحي ومؤسسة ان كوردون سانيتير قانوني يمنع التكرار الوارد للتحالف بين الجريمة السياسية والاقتصادية والمالية الكبرى الذي كبد البلد أفدح الخسائر والأضرار. والأمر يتعلق رابعا بوضع حد لذر وبعثرة الموارد والقيام باختيارات اقتصادية ذات أبعاد وآثار استراتيجية تعبأ لصالحها الموارد اللازمة، ويرصد لها ما تقتضيه من وسائل وقدرات لتنفيذها. والأمر يتعلق خامسا في هذا الظرف الذي تطبعه ندرة الإمكانيات المالية بترشيد نفقات تسيير الدولة لما عرف عنها من تبديد وتبذير وإفساد وتجاوزات وتضييع للمال العام. والأمر يتعلق سادسا بفتح الورشة الكبرى لتمويل الاقتصاد الوطني بصفة فورية من خلال عصرنة المنظومة البنكية وتنظيم سوق مالية ناجعة وتنشيط بورصة القيم واللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية في حدود ما يقتضيه النشاط الاقتصادي السليم، وطبقا لشروط ومراقبة يحددها قانون عضوي. والأمر يتعلق سابعا بالمنظومة الوطنية الجبائية التي تقتضي مراجعة كلية بغية إخضاعها للمعايير الحديثة والمتمثلة في الإنصاف والمساواة والشفافية والنجاعة. والأمر يتعلق ثامنا برفع القيود عن الاستثمار الوطني ورفع القيود عن الاستثمار الأجنبي، ويتعلق تاسعا بالتجارة الداخلية والتجارة الخارجية اللتان تتطلبان
إعادة نظر عميقة في تأطيرها وكذا في سيرها وتسييرها. والأمر يتعلق أخيرا بالاقتصاد الموازي الذي لا يمكن أن يبقى على هامش المنظومة الاقتصادية الوطنية التي يجب بناؤها. والأمر يتعلق كذلك بحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعبئة فعلية لكل هياكل ومؤسسات الدولة المعنية بها. وإذا كان هناك استعجال سياسي وهناك كما تتبعتم استعجال اقتصادي، فهناك حضرة السيد والسادة كذلك استعجال اجتماعي. وعلى هذا الصعيد الاجتماعي فإن العشريتين الماضيتين قد أفقدتا العمل قيمته وجردتا الجهد من نبل معناه وسمو مقامه في مجتمعنا، وأصبح انعدام المساواة وصمة عار في مجموعتنا الوطنية، وعمقت الفوارق بشكل لا يطاق، وتلاشى مبدأ تكافؤ الفرص إلى حد الزوال والتسابق في تكوين ثروات مشبوهة، قد حطم المبادئ الأخلاقية الأساسية للمجتمع، وأفرغت العدالة الاجتماعية من معناها وفحواها، وقزمت علة وجودها في تجميل الخطب وتزيين الشعارات، وتغلبت الفردانية والأنانيات على قيم التضامن والتوزيع العادل للخيرات الوطنية، وزاد الإقصاء والتهميش من معاناة عدد كبير من مناطق البلد الأكثر حرمان وهشاشة. على غرار ما يحتاجه من نظام سياسي ومن نظام اقتصادي جديدين، فإن بلدنا أيضا إلى نظام اجتماعي جديد. فلا يمكن لأي نظام سياسي مهما كانت مشروعيته ومهما كانت استقامته، لا يمكن لأي نظام اقتصادي مهما كان نشاطه ومستوى نجاعته أن يفي بالغرض في مجتمع مشتت ومفتت ومنقسم على نفسه. إنني أقترح على شعبنا في الجزء الأخير من برنامجه المخصص بناء مجتمع الحريات والمسؤوليات، مجتمع الحريات والمسؤوليات. هذا لا يمكن أن أتصوره إلا ملتفا وملتزما حول قيم صنعت بفضلها المجتمعات الحديثة رقيها ورونقها، وهي قيم الحرية والمبادرة وتكافؤ الفرص والتضامن والعدالة الاجتماعية. فبهذه الروح وبهذه القناعة شخصت في إطار الاستعجال الاجتماعي أولويات ستسخر لها كل الإمكانيات الضرورية بغية إعادة معنى للعيش الكريم الذي يتطلع إليه الجزائريات والجزائريين. وتتعلق هذه الأولويات بالصحة والتعليم والتكوين والسكن والتشغيل والشباب. إن هذه الميادين الخمس بمثابة مواطن وبؤر للانقسامات والتمزقات الأكثر دقة وحدة في مجتمعنا. حضرات السيدات والسادة، هذه هي العناوين الكبرى لبرنامج الاستعجال الوطني الذي سأذهب به بعد أيام إلى ملاقاة شعبنا الأبي، وسأعرض هذا البرنامج عليه بكل صدق وبكل أمانة، وسأقول له على وجه الخصوص إن نجاح هذا البرنامج مرهون بنوعية الحوكمة العصرية التي سيحاط بها. ماذا أعني بالحوكمة العصرية؟ أعني بالحوكمة العصرية حوكمة لمؤسسات شرعية ذات طابع تمثيلي أصيل للشعب
ومدعمة بثقته. وأعني بهذه الحوكمة العصرية حوكمة تقودها نساء ويقودها رجال مسؤولون عن قراراتهم وأفعالهم، نساء ورجال يعملون في الشفافية التامة ويخضعون لمحاسبة منتظمة. وأعني أيضا بهذه الحوكمة العصرية حوكمة تفرض نفسها بمطابقتها لمقتضيات دولة الحق والقانون، أي أنها تحترم الدستور وتحترم قوانين الجمهورية احتراما صارما. وأعني أيضا بهذه الحوكمة العصرية حوكمة يكون شغلها الشاغل الشرح، الإقناع، الإصغاء، التشاور والحوار بخصوص التكفل ومعالجة شؤون الأمة. وأعني كذلك بهذه الحوكمة العصرية أنها تحرص على ضمان أوسع مشاركة مواطنية ممكنة في صنع القرارات الوطنية والمحلية التي تخص الجزائريات والجزائريين مباشرة وتلتزمهم. وأعني بهذه الحوكمة العصرية حوكمة مطهرة، حوكمة مطهرة من كل أنواع أشكال الزبائنية، ومن كل مطهرة من كل أشكال المحاباة، وكذلك مطهرة من كل أشكال المحسوبية، ومكرسة حقا لمعايير الكفاءة والخبرة وقيم النزاهة والحرص على الصالح العام والتفاني في خدمة الدولة. وأعني أخيرا بهذه الحوكمة العصرية حوكمة تلتزم في كل مؤسسة من مؤسسات الجمهورية بممارسة مهامها كاملة دون المساس بصلاحيات المؤسسات الأخرى أو التطاول عليها. هذه هي الرسالة التي سأحملها للجزائريات والجزائريين خلال الأيام المقبلة، وسأقول لهم أيضا أنها رسالة جهد ورسالة تضحية، وهي كذلك رسالة تفاؤل وأمل، تفاؤل وأمل في آن واحد. وسأقول للشعب العظيم كذلك أنه لا يوجد تحدي يستحيل رفعه، ولا يوجد مانع لا يمكن تجاوزه، ولا توجد ضائقة لا يمكن الخروج منها بالنسبة لشعب غيور على تلاحمه وتماسك وحدته. نعم نعم معشر المستمعين والمستمعات، نعم لا يوجد في تصوري أقوى وأصلب وأمتنى من إرادة شعب صمم على صنع مصيره بيده. وسأقول كذلك للجزائريات والجزائريين أخيرا أن أمام هذا الجيل الذي هو وريث جيل من؟ جيل النوفمبريين العظماء، سأقول للجزائريات والجزائريين أن أمام جيلنا فرصة لا تعوض للارتقاء بنفسه إلى مستوى أعظم الأجيال التي أنجبتها هذه الأرض السخية، والتي تركت بصمات لا تمحى أبدا في الذاكرة الوطنية الجماعية. لقد استرجع هذا الجيل حرية تقرير وصنع مصيره، لقد استرجع هذا الجيل حرية تقرير وصنع مصيره بنفسه، لكن الأصعب يبدأ الآن، وهو تصوره وابتكاره وبناؤه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. تحية أخرى لهذا الجمع الغفير وهذا الجمع الطيب، أتقدم لكم عذرا لأنني ربما أطلت الكلمة، لكن كان بودي أن أعطي هذه الشروحات حتى يفهم من طرف الجميع
أنني بذلت كل جهد منذ سنوات لآتي بمثل هذه الوثيقة التي بمقدورها ولا شك في ذلك على الإطلاق إخراج هذا البلد من الغمة ومن المصيبة التي أصابت إيه. اللهم يا رب العالمين، في هذه الأيام هي أيام عواشر، منذ أول أمس الاحتفاء بمولد المصطفى الكريم الذي اختاره رب العالمين من سائر أعباده من سائر عباده. يا رب العليم، في هذه الأيام التي تستجاب فيها الدعوات، أقيل الجزائر من كل مكروه وابعثها إلى العلا، واحفظ شعبها واحفظ رعيتها واحفظ حدودها. تحية وسلاما مرة أخرى، والله يقدر جميعا.